السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد حاجة اسمها التوبك تيست. ايه هو التوبك تيست؟ ده عبارة عن تيست بعمله لجهاز الميزان عشان اعرف اذا كان الجهاز شغال تمام ولا لا، ولا في قلبه اي مشكلة. طب التيست دوت او التشيك دوت خاص بايه؟ خاص بخط النظر بتاع الميزان، بشوف مستوى خط النظر منطبق على حاجة اسمها لاين اوف كولميشن ولا لا. يعني بمعنى اصح، انا بيبقى عندي جهاز الميزان بالشكل ده، المفروض ان انا بوجه على قامة معينة. فانا دلوقتي المفروض ان خط النظر يبقى خارج من جهاز الميزان بالشكل ده، افقي تماما زي ما احنا اتفقنا قبل كده، وان هو عمودي على اتجاه الايه؟ الجاذبية الارضية. لا، بلاقي ان خط النظر ما بيبقاش خارج من الجهاز بالشكل دوت، لا يا اما بيبقى مزاح لاعلى يا اما مزاح لاسفل، وبيعمل زاوية معينة مع الايه؟ مع الخط الافقي. مهمتي ان انا اعرف يا ترى هو مزاح بقيمة قد ايه، تمام كده، واذا كان خط النظر مزاح لاعلى ولا لاسفل، بحيث ان انا لو قدرت اعرف القيمة المزاحة خط النظر ديت قد ايه، اقدر ان انا اصحح القرايات بتاعتي بعد ما اخدها بجهاز الايه؟ بجهاز الميزان، تمام. فانا هجيب الخطأ او الازاحة كل متر، يعني كل متر بيحصل خطأ قد ايه في جهاز الميزان بتاعي. طيب التشيك دوت بيتعمل ازاي؟ بيتعمل من خلال ان انا اول حاجة بحط جهاز الميزان وسط ايه؟ وسط نقطتين معينين في منتصف المسافة ما بين نقطتين، والنقطتين دولت بوقف عليهم ايه؟ بوقف على كل واحدة فيهم قامة. يعني دي الارض عندي اهي، وعندي نقطة هنا كده ونقطة هنا، في نقطة هنا اسمها ايه ونقطة هنا اسمها بي، وديت الجهاز يقف في النص ما بين النقطتين على مسافة متساوية ما بين النقطتين. يعني المسافة لديت لو دي يبقى ديت رخر دي، تمام كده. بوقف قامة هنا بالشكل دوت وقامة هنا، وده المفروض الاتجاه الايه؟ الاتجاه الافقي اللي خارج من جهاز الايه؟ الميزان. طيب انا دلوقتي بفرض ان في ازاحة في خط النظر، بفرض ان الازاحة دي لاعلى او لاسفل، يعني اسيوم انت بقى عايز تفرضها لاعلى مفيش مشكلة، انا عايز افرضها لاسفل مفيش مشكلة. وهنعرف ازاي نعرف مين فينا الصح، يعني ممكن في حد يفرضها الاعلى وفي حد يفرضها الاسفل. طيب يا ترى في فيصل ما بيننا؟ ايوه في فيصل، وهنعرف ازاي، تمام كده. هنفرض مثلا ان انا لما وجهت الجهاز على نقطة ايه، الجهاز قرا 2 مثلا 0.3 متر، دي القراية على نقطة ايه، وعلى نقطة بي كانت مثلا 1.97 ايه؟ 7 متر. المفروض ان انا هفرض ان الايرور لكل متر، الايرور اللي بيحصل في المتر الواحد او كل ممشي متر واحد بيساوي ايه؟ بيساوي حاجة اسمها ايه. يبقى ايه دوت الايرور لكل ايه؟ الايرور بير 1 متر، يعني الايرور لكل ايه؟ لكل متر. طيب ايه اللي بيتم بعد كده؟ المسافة ديت اسمها دي، صح؟ فلنفترض ان انا المسافة بين النقطتين كانت 100 متر، فاكيد دي هتبقى كام؟ 50 متر، ودي 50 ايه؟ 50 متر. طيب لما يكون الخطأ في المتر الواحد بيساوي ايه؟ يبقى في 50 متر بيساوي ايه؟ بيساوي 50 ايه، صح ولا لا؟ طيب الخطأ دوت بيترجم على الرسمة ازاي؟ انا بفرض، هنقول في البداية خالص اسيوم ذات ان اللاين كولميشن لاين ايه او لاين اوف سايت از ابورد. ابورد يعني مزاح لايه؟ مزاح لاعلى. وبما انه مزاح لاعلى على قامة، يبقى مزاح لاعلى على القامة التانية. ما ينفعش ان انا افرض هنا مزاح لاعلى وافرض هنا مزاح لاسفل، لا. يعني وقفة الجهاز او الجهاز الواحد هفرض يا اما الخط مزاح لاعلى او مزاح لاسفل. فيبقى الخطأ علشان انا عايز اعمل ريدكشن او عايز انزل القراية من هنا، عايز اجيبها هنا، صح ولا لا؟ كان دلوقتي الجهاز وهو واقف وقفته دي، وهو بيبص على القامة لقيته ان هو قرا هنا، وهو كان المفروض يقرا هنا، فالمفروض ان انا اطرح المسافة دي. طب المسافة دي او الحتة دي ايه؟ قد ايه؟ الحتة دي هي عبارة عن المسافة دي في الخطأ لكل متر. فالمسافة قد ايه؟ المسافة 50 في الخطأ لكل متر اللي هو ايه؟ يبقى الحتة دي 50 اي، تمام كده. طب انا عايز اوصل لدي، يبقى بتساوي ايه؟ بتساوي القراية بتاعت القامة دي كلها ناقص الحتة الصغيرة دي، صح ولا لا؟ يبقى هنا كده القراية هنا هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2.03 ناقص 50 اي. نيجي هنا الناحية التانية نفس الكلام، ان انا دلوقتي المسافة دي برضو او الحتة ديت اللي هي الخطأ اسمها 50 اي. 50 اي دلوقتي، طيب انا عايز اوصل هنا، وانا القراية بتاعتي لغاية هنا، القراية بتاعتي اتفقنا ان قراية القامة هي من الارض لغاية ايه؟ لغاية ما الجهاز واصل او لغاية خط النظر بتاعي. طيب هقول المسافة دي ناقص الحتة ديت هيديني القراية هنا اللي هي هتبقى عبارة عن كام؟ 1.97 ناقص 50 اي، تمام. هنجيب حاجة اسمها دلتا اتش. دلتا اتش اللي هو فرق القرايتين من بعض، يعني فرق القراية عند ايه ناقص القراية عند بي، او العكس. بس خليك ايه؟ خليك ثابت. يعني انا دلوقتي لو هطرح المرة دي ايه ناقص بي،
في الخطوة اللي بعد كده يبقى ايه ناقص بي. لو قلت بي ناقص ايه يبقى في الخطوة اللي بعد كده بي ناقص ايه. تمام. فاحنا دلتا اتش خلينا نقول اتش ايه ناقص اتش بي. طب اتش ايه هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن القراية اللي انا جبتها الجديدة اللي هي دي، اللي هي 2.03 ناقص 50 ايه ناقص اتش بي اللي هي عبارة عن القراية الجديدة اللي هي دي، هتبقى 1.97 ناقص 50 ايه. تمام. عملت ايه؟ هقول 2.03 ناقص 1.97 اداني 0.06، وبعد كده سالب 50 ايه سالب في سالب بموجب هيطير قصاد بعض، هيديني على طول ان فرق الارتفاع ما بين النقطتين بيساوي كام؟ بيساوي 0.06. ليه الترمين دول طاروا قصاد بعض؟ لان انا حطيت الجهاز في مسافة متساوية ما بين الايه ما بين النقطتين، في نص المسافة ما بين الايه ما بين النقطتين. نيجي بعد كده، انا دلوقتي كل هدفي ان انا اجيب قيمة الايه. هنا دلوقتي عندي النقطتين ساكتين في مكانهم، هنكمل على جهة الستيب رقم 2، وبحرك الجهاز بخليه قريب لأحد النقطتين، فأنا هخليه مثلا على بعد مسافة 20 متر من نقطة A، فبالتالي هيبقى على بعد مسافة 80 متر من نقطة B. برضو اتجاه خط النظر بتاعي زي ما أنا فرضاه في الأول إن هو الأعلى، فهيديني هنا قراية قامة وهنا قراية القامة. قراية القامة هنا مثلا كانت 1.78، وقراية القامة هنا كانت 1.6. تمام كده. طيب انا دلوقتي عايزة اعمل ريدكشن، اخلي القراية بدل ما هي هنا اخليها هنا، يبقى انا محتاجة اقول دي ناقص الحتة الصغيرة دي. طب الحتة الصغيرة دي قد ايه؟ الحتة دي زي ما احنا اتفقنا هي عبارة عن المسافة في الاي، المسافة هنا 20، يبقى 20 اي. والخطأ هنا عبارة عن كام؟ عبارة عن 80 ايه؟ 80 اي. تمام كده. طيب انا دلوقتي عايزه اجيب بقى القرايه كانها ايه، كان القرايه على طول الخط الافقي. يبقى القرايه هنا هتبقى كام؟ هتبقى 1.6 ناقص 80 ايه، وهنا هتبقى ايه؟ هتبقى 1.78 ناقص 20 ايه. يبقى دلتا اتش هي هي، لان انا اصلا فرق المنسوب ما بين النقطتين عن المين سي ليفل هو هو ثابت، ما اختلفوش لان النقطتين هما هما. فانا هقول اتش ايه ناقص اتش بي. ليه؟ لان انا قايل في الخطوه اللي قبل كده اتش اي ناقص اتش بي، لكن لو قايل هنا اتش بي ناقص اتش اي يبقى لازم اقول هنا اتش بي ناقص اتش اي. هقول 1.78 ناقص 20 اي ناقص 1.06 ناقص 80 اي. هفك الكلام ده، هقول 1.78 ناقص 1.6 هيساوي 0.18، وسالب 20 اي زائد 80 يبقى 80 ناقص 20 يديني كام؟ 60، يبقى زائد 60. طبعا النقطتين هما هما صح ولا لا؟ ما اختلفوش، يبقى فرق المنسوب ما بينهم هو هو ثابت، يبقى دلتا اتش دي بتساوي دلتا اتش دي. يبقى المعادلة دي اللي هي رقم 1 والمعادلة دي اللي هي رقم 2 هنساويهم ببعض. الناتج هنا كان طالع قد ايه؟ كان طالع بالشكل دوت، او بوينت دلتا اتش كانت طالعه 0.06. يبقى 0.06 بتساوي 0.18 زائد ايه؟ زائد 60 ايه. تمام كده. يبقى احنا دلوقتي دلتا اتش الاولانيه كانت طالعه 0.06 متر. يبقى دلوقتي دلتا اتش الاولانيه هنساويها بدلتا اتش الثانيه، لان الاثنين لان في دوت فرق عباره عن ايه؟ عباره عن فرق المنسوب ما بين ايه؟ ما بين النقطتين، اللي احنا اتفقنا قبل كده لما اطرح قرايتين الامتين قرايتين الامتين من بعض هيديني فرق المنسوب ما بين ايه؟ ما بين النقطتين. فانا لو قريت القامه دي ناقص قريت القامه دي تديني فرق المنسوب ما بين النقطه دي والنقطه دي. تمام. فاحنا سوينا المعادلتين ببعض، هنجيب الاي بقى قيمتها بتساوي قد ايه؟ يبقى 60 اي هتساوي 0.06 ناقص 0.18 هتديني سالب 0.12. تمام كده. هتديني سالب 0.12. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اجيب قيمه الاي بس تساوي قد ايه؟ انا هقول الرقم ده على الرقم ده، يبقى الاي هتساوي سالب 0.12 على 60 هتساوي سالب 2 في 10 أس سالب 3. يبقى ده الايرور لكل ايه؟ بير 1 ايه 1 متر. يبقى دوت الايرور لكل ايه؟ لكل متر. طيب الاشاره طلعت سالبه، يبقى الاشاره دي هي اللي هتعرفني اذا كان فرضيتي صح ولا فرضيتي غلط.
لو الإشارة طلعت موجبة يبقى أنا فرضيتي صح وخط النظر لأعلى، لكن لو الإشارة طلعت غلط يبقى أنا فرضيتي كانت غلط وخط النظر لأسفل، بس هي نفس القيمة الإيرور لكل متر. يعني أنا دلوقتي هقول إيه؟ هقول اللاين أوف سايت إز داون إيه؟ داون وورد، والإيرور لكل متر هو عبارة عن 2 × 10 أس سالب 3. تمام كده؟ يعني لو عايزه اجيب الايرور في 20 متر يبقى اقول 2 × 10 أس سالب 3 في ال 20 متر، اديني ايه قيمه الايرور دي واطرحها من ايه واطرحها. يعني هو مثلا هيطلب مني في المسائل ان انا اصحح بقى، اصحح ايه؟ اصحح قرايات الامات. يعني لو قال لي صحح قرايات الامات عند نقطه ايه وعند نقطه بي، هقول له كونكتد اتش اي هتساوي ال 1.78 ناقص 20. طب الاي بكام؟ لو انا اشتغلت على الاشاره زي ما هي هنا كده على فرضيتي يبقى استخدم الاي زي ما هي طلعت باشارتها 2 × 10 أس سالب ايه أس سالب 3، وما عادش ترتيباتي من اول وجديد. يبقى انا دلوقتي اعوض بالرقم باشارته بناء على المعادله اللي انا ايه اللي انا كاتبها، لان ايه السالب في سالب هتتحول لايه لموجب. يعني الرقم بدل ما انا بطرح من قرايه الامام لا انا هجمع عليها. طب ايه اللي يثبت لي كده ان انا صح؟ ان انا لو انا عندي الجهاز بالشكل ده وعندي قامه بالشكل ده وعندي ده ايه ان انا دلوقتي اصبح خط النظر لاسفل، صح ولا لا؟ فانا لما يكون خط النظر لاسفل فاصبحت هي دي قرايه القامه ودي قيمه الخطا، فانا عايز اوصل لقرايه الايه للقرايه الصح او القيمه الصح، فهعمل ايه؟ فاقول قرايه القامه زائد ايه زائد قيمه الخطا. تمام كده؟ فانا لما بعوض بالاشاره فانا كاني كده فعلا انا ايه ان انا جمعت. تمام؟ وبرده كذلك لو طلب مني تصحيح قرايه القامه عند النقطه الثانيه يبقى corrected at b هتساوي 1.6 ناقص 80 مضروبة في الإي اللي هي سالب 2 × 10 أس سالب إيه والسالب 3، وبكده أنا صححت قراية الإم عند نقطة إيه وعند نقطة بي. تمام كده؟ طيب في حاجة كمان بس معلش نقولها، الحالات بقى بتاعت التوبك تيست. يعني هو ممكن يجيب لي إيه؟ أول حاجة زي ما احنا قلنا يا إما يقول لي في حاجة تانية معلش كنت عايزة أقولها اللي هي عبارة عن إيه؟ إن هو ممكن يجي لي بقى يقول لي إيه حالات كتير. ان انا دلوقتي ممكن عندي نقطة A ونقطة B. اول حال اللي احنا قلناها ان انا احط الجهاز في النص. تمام كده؟ وافرض اللاين اوف سايت لاعلى او لاسفل، وبناء على الاشارة هعرف اذا كان فرضيتي صح ولا غلط. وبعد كده هنقل الجهاز. هنقل الجهاز في كذا حالة لنقلة الجهاز بعد كده. ان انا اول حاجة يا اما هحط الجهاز عند نقطة A، ده معناه ايه؟ ان انا دلوقتي ان الجهاز لازق في نقطة A كده، يبقى المسافة هنا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيرو. تمام كده؟ لما احط الجهاز عند نقطه ايه يبقى المسافه دي زيرو، يبقى المسافه الثانيه اللي هتبقى ايه هتبقى موجوده معايا. طب لما تكون المسافه زيرو زيرو في الايرور هيديني صفر، يبقى القرايه اللي عند نقطه ايه هتبقى قرايه ايه قرايه كوركتد. تمام كده؟ وبعد كده نفس الحكايه هكرر نفس الخطا مع نقطه بي، ان انا دلوقتي هو خط النظر واشوف المسافه دي قد ايه، والحته دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن المسافه مضروبه في الايه في الايرور لكل ايه لكل متر، او زي ما احنا قلنا شرحناها في المساله اللي احنا عملناها، ان انا دلوقتي ممكن اخلي الجهاز على بعد مسافة معينة من نقطة ايه، فليكن مثلا مسافة دي واحد، وهيبقى على بعد مسافة تانية من ايه من نقطة بي مسافة دي اتنين، او ان انا اخلي الجهاز اليمادي من نقطة بي على بعد مسافة، وبعد كده هيبقى على بعد مسافة اتنين دي اتنين من نقطة ايه، وعلى بعد مثلا مسافة دي تلاتة من نقطة بي، او ان انا اخلي الجهاز من جوه على بعد مسافة نقطة بي وعلى بعد مسافة تانية من نقطة ايه، وهكذا. ديت الحالات بتاعت الايه بتاعت الجهاز. تمام كده؟ لو اداني ان الجهاز واقف عند نقطة ايه فكده القراية هنا هتبقى صح عند نقطة ايه، اما قراية بي اللي هيبقى فيها خطأ. وبعد كده هيقول لي ان الجهاز واقف عند نقطة بي يبقى قراية بي صح وقراية ايه غلط، واكون معادلتين واحل معادلتين في نفس المجهول. تمام كده؟ فهيديني لما احل المعادلتين مع بعض هيديني مجهول واحد، وباذن الله اقدر ان انا ايه اجيبه، اللي هو عباره عن ايه عباره عن الايرور اللي هي قيمه الايه الايرور اللي هي الاي. وبكده خلصنا التوبك دوت. ده عباره عن التيست اللي بيتعمل للميزان عشان اعرف اذا كان الجهاز ده شغال صح ولا غلط. بعد ما بخلص التيست دوت باخد بقى بعد ما باخد مجموعه من القرايات بجهاز الميزان المعين ده، بصحح القرايات ديت بناء على الخطا بناء على المسافات، زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان المسافه هي عباره عن ايه عباره عن القراءه العليا ناقص القراءه السفلى. تمام كده؟ ما بين اقواس في 100. تمام كده؟ وبكده خلصنا التشيك او التوبك تيست.